حصل التلفزيون العربي على مشاهد حصريه لاشتباكات بين المقاومه وقوات الاحتلال شرقي جباليا. اكدت مصادر محليه استشهاد فلسطيني واصابه اخرين في القصف المدفعي على منطقه الكرامه شمال غربي مدينه غزه، كما تركز القصف على المناطق الشرقيه من مخيم جباليا. هذا وحذرت منظمات دوليه من خطر المجاعه شمال غزه ووسط وضع انساني وصحي كارثي في ظل منع إسرائيل امدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء والوقود.